بعد احتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830 ميلادية، دان الفرنسيون حينما اقتحموا عاصمة الجزائر أن بإمكانهم إخضاع بقية البلاد بسهولة وبأقل التكاليف، فإذا بالشعب الجزائري يكذب ظنونهم ويرفع لواء الجهاد والمقاومة الوطنية زواء 40 سنة. وقد ظهرت تنظيمات المقاومين في شرق البلاد بزعامة أحمد باي وفي غربها بزعامة الأمير عبد القادر حوالي سنة 1832 ميلادية. وإذا كان الأول مجرد مقاوم صمد أمام الفرنسيين وحال بينهم وبين إخضاع قسنطينة مدة 5 سنين، فإن عبد القادر قد جمع بين صفة المقاوم وبين مزايا زعيم سياسي وطني، فكان يجسد بحق رمز الوطني الجزائري. ينتمي عبد القادر إلى أسرة شريفة النسب مشهورة بالعلم والدين في قبيلة هاشم المحيطة بمدينة معسكر، وقد كان غائبا عن البلاد حينما اقتحمها الفرنسيون، إذ صحب والده الشيخ محي الدين في رحلة إلى الشرق وقتئذ، وفور عودتهما اتجهت إليهما أنظار الشعب الجزائري ليتزعم الكفاح الوطني ضد على المستعمرين في ناحية وهران. وهناك بويع عبد القادر بن محي الدين بالإمارة سنة 1830 ميلادية، مع ما تقتضيه من رئاسة الجهاد ضد الغزاة وتنظيم أمور المسلمين وأحكامهم على هدى من الكتاب والسنة. وقد اطلع الأمير عبد القادر عن جدارة وكفاءة بمهامه وقام بها على خير وجه، فبعث الدولة الجزائرية من جديد وأرسى قواعدها على أسس وطنية إسلامية ودعمها بالمؤسسات الضرورية التي سمحت ظروف الحرب بإنشائها. فقد كون جيشا وطنيا من المجاهدين واتخذ مدينة معسكر عاصمة له، كما أنشأ بيت مال الدولة وكانت موارده من الأعشار والزكاة ومن الغيبات المخصصة للجهاد. وقد عرف الأمير كيف يسوس دولته ويوفق بين القبائل الداخلة في حكمه الذي امتد تدريجيا حتى شمال كل المنطقة الغربية بعد وهران ومستغانم. وأنشأ عبد القادر من جهة أخرى علاقات خارجية لدولته بأن وفق الصلات الودية مع ملك المغرب السلطان ملاك أحمد بن هشام، كما استعمل تجار الفرنسيين وسيلتي القوة الدبلوماسية معا، فكان لا يتردد في عقد هدنة معهم كلما رأى في ذلك فرصة تمكنه من إعادة تنظيم جهازه الدفاعي ليواصل الكفاح من جديد. تدل مراسلاته على ما أوتي من بعد نظر وإيمان بمستقبل الجزائر الحرة. بهذا الإيمان الرصين قاد الأمير عبد القادر جهاد ضدا على المستعمر الفرنسي زهاء 15 سنة من 1832 إلى 1847، فكانت السنة الأولى منها تمثل أوج قوة الأمير وصموده من جيش الاحتلال بالرغم من عدم تكافؤ الطرفين من حيث العدة والتقنية. من المعارك التي كسبها الجزائريون معركة وادي مقطع التي تلتها هدنة عقد عبد القادر مع الجنرال دي ميشيل سنة 1834، ثم صمد المجاهدون أمام زحف الجنرال فيجو على تلمسان ومعسكر صمودا أقام الفرنسيين مرة أخرى لمهادنة الأمير الجزائري مؤقتا. وهكذا عقدت معاهدة تفنى سنة 1837 والتي نصت على إيقاف الحرب لمدة عامين. ابتداء من سنة 1839 قرر الفرنسيون نهائيا إخضاع مجموعة تراب الجزائري، فجعلوا رهن إشارة الجنرال بيجو قوات ضارية ضخمة لم يلفت أن انكسر أمامها المجاهد عبد القادر سنة 1843، فالتجأ مع أنصاره إلى المغرب. كان الفرنسيون بالفعل يتوقعون مثل هذه المبادرة نظرا لما أبداه المغرب من مناهضة للاحتلال الفرنسي منذ بدايته في الجزائر، ولذا هددوا سواحل المغرب واحتلوا المغنية. ولكن على الرغم من التهديد وتفوق العدو حربيا، فإن الشعب المغربي وملك المغرب قد ناصر المقاومة الجزائرية والتحم معا في معركة إسلين سنة 1844، وإلا لم تسفر على انتصار المسلمين فإنها قد أبرزت بوضوح التضامن المغربي الجزائري تجاه الاستعمار الفرنسي. هذا وقد بقي الأمير عبد القادر مواصل للكفاح مع تلة من المجاهدين إلى أن استسلم للفرنسيين.